كان رمضان، تونا أنا ما نمت، ما أعرف ليش، بس كانت الساعة 9 الصبح توقيت في توقيتنا هناك، ودخلوا علي قال في مشكلة. إيش المشكلة؟ قال الوالد الله يرحمه عنده موعد، ما صحي على الموعد ومو راضي يصحى. أنا حسبت أنه خايفين يدخلوا عليه ولا خايفين، فدخلت عليه لقيته ما توفى الله يرحمه. هو في ما كنت عارفة طبعا متوفي، ما كنت عارفة إذا في مشكلة صحية ولا، فكلمنا الإسعاف، دخلنا كلمنا الإسعاف وكثر خيرهم حاولوا، بس إنه كان توفى وهو نايم. أنا شخصيا بنته كلمتني لنا خبرتني وخبرنا خبرنا الجميع. أنا هي خبرتني طبعا، ما كان منتظر، ما كان منتظر، كان كان هو جاي بعد رمضان منتظرينه يعني يرجع، وكان متحسن يعني آخر الأيام في مرضه.